الإطار الإعداد البدني اللي اشتغل عليه الجهاز الفني وتحديدا مارتن لاسارتي مع أليخاندرو لتجهيز اللاعبين بدنيا للفترة القادمة. زي ما قلت لكم النهاردة التمرين السبت والحد والاثنين هيكون الساعة 6 على ملعب التتش، لكن تدريب يوم الثلاث هيكون الصبح، بعدها الفريق هيتناول وجبة الغداء داخل مطعم النادي، ثم التحرك إلى الأسكندرية لإقامة معسكر مغرق في مدينة برج العرب استعدادا لمواجهة المقاولين إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب في اسكندرية في برج العرب مواجهة مباراة نادي الزمالك. بالأمس كانت مباراة ودية للأهلي مع البلاستيك، قدر الجهاز الفني أنه يستعين فيها باللاعبين الدوليين شاركوا في جزء من المباراة. بدأ الأهلي مباراة البلاستيك بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتح ونجيب ورامي ربيعة وعلي معلول في خط الدفاع، خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور، أمامهم رمضان صبحي وليد سليمان حسين الشحات، وفي الهجوم وليد أزارو. قدامكم طبعا أولى الأهداف للأهلي في هذه المباراة، هدف متميز جدا لوليد أزارو، كرة عرضية من صالح جمعة، استلام ولا أروع من وليد أزارو، ثم بكل هدوء وثقة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى فريق البلاستيك. كانت مباراة متميزة، قدر الجهاز الفني أنه يستعين باللاعبين الدوليين عشان يقدر يحضرهم ويجهزهم للمباريات القادمة مع استئناف آخر مباراتين في الدوري العام. دفع بمحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، وأيضا كمان كان في راحة لعدد من اللاعبين بالأمس، وفي لاعبين مصابين الجهاز الطبي بيشتغل عليهم خلال الفترة القادمة زي شريف إكرامي وسعد سمير ومحمود وحيد. طيب تمرين النهارده بالتاكيد ده مهم جدا كمان نشوف الاستعدادات بعد مباراه الامس امام البلاستيك، وبالتالي